نمسي عليكم مشاهدينا الكرام، ويا هلا ومرحبا فيكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ليالي الكويت. مساء الخير غادة. مساء الخير سعد، ومساء الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا داخل وخارج دولة الكويت. احنا اليوم في اليوم الثاني لحظر التجول، والحمد لله يعني مثل ما شفتوا امس كان عدد كبير جدا ملتزم، قليلة يعني صحيح. لكن جنود وزارة الداخلية كانوا بالمرصاد لكل اللي طلعوا في وقت الحظر، واليوم العدد أقل جدا اللي يمكن طلعوا خارج الحظر. ما شفنا وايد نفس الفيديوهات اللي كانت موجودة أمس، وهذا شيء طبيعي. خلال فترة الحظر يعني ما كان في انتهاك لهذا الحظر نفس اللي شفناه أول يوم صحيح. ويمكن دائما البدايات تكون صعبة، وأول يوم الناس ما تكون فاكرة أن الوزارة راح تكون حازمة في تنفيذ هذا الحظر، فكان هناك حزم كبير في تنفيذ هذا الحظر على كل المخالفين. والحمد لله اليوم شفنا تقريبا 90% كانوا ملتزمين. يعني قاعدة يعني فعلا يعني في التزام كامل كان خلال فترة الحظر، ولكن أنا بتكلم بصراحة والكل قاعد يشوفنا حاليا، يعني الناس بعد انتهاء فترة الحظر يعني الساعة 4 الفجر يعني إلى الساعة 5 الكل طلع من بيته. يا جماعة ترى مو معناته أن هناك حظر جزئي أن إحنا فقط نلتزم بهذه الساعات و4 الفجر نطلع من مكان لمكان إلى 5 العصر، مو معناته. هو القصد من هذا الحظر أن الابتعاد عن التجمعات، أن نلتزم بيوتنا، أن الفترة هذه المسموح فيها للكل أن فقط أنك تطلع لأخذ الحاجيات الضرورية، مراجعة مستشفى لا سمح الله، تأخذ شغلة من الجمعية. يعني الأسواق مسكرة، الكافيهات مسكرة، فبالتالي يعني ليش الانتشار اللي قاعد نشوفه؟ خلنا نتكلم بصراحة. عودتنا حكومتنا طبعا توجيهات مجلس الوزراء بأن وزارة الإعلام تتعامل بكل شفافية وبكل صراحة، فعلا الكل كان اليوم طالع غادة وقاعد نشوفهم، يعني الشوارع كانت موجودة متروسة من الناس اللي طلعوا فترة الصباح حتى الساعة 5. يعني ليش طلعت؟ بعرف ليش طلعت، خليك موجود وكمل هذه الفترة، لا نوصل احنا مثل ما وصلت بعض الدول الى يعني يعني ما يعني امور قد لا يحمد عقباها، فبالتالي نلتزم نكمل الفترة هذه. اللي بيطلع يطلع واحد من العائلة ياخذ له شغله من الجمعيه ويرد مره ثانيه، ونلتزم بيوتنا خلال هذه الفتره. وفعلا هذه هي النصيحه الدائمه، التزموا في منازلكم، خلكم في البيت حتى في الوقت اللي ما في حظر تجول، يا ريت كلنا نلتزم بهذا الموضوع. وامس شفنا التوجيهات الابويه اللي نقلها لنا حضره صاحب السمو امير البلاد في كلمته الجميله اللي استمعنا لها بالامس واللي تاثرنا فيها بشكل كبير جدا. واليوم حبينا أيضا يكون في مداخلة من الأم الجميلة اللي الكل بالكويت يحترمها ويرفع لها القبعة، سيدة لها وزنها ولها مقدار كبير من الاحترام والحب في قلوب أهل الكويت. راح نشوف هذا التسجيل الصوتي اللي طرشته لنا الشيخة أمثال الأحمد الصباح مخصوص حق ليالي الكويت، نسمعه ونرجع لكم. مساكم الله بالخير يا هلي ويا عزوتي أهل الكويت. اللهم سبحانه وتعالى يرفع عنا الوباء والبلاء ويكفينا شر الداء، ويحفظ ديرتنا ويحفظ أبونا العود اللي بكلمته مسح على قلوبنا كلنا. عظمة الكويت وعظمة أهلها ما تخلينا نقدر نمسك نفسنا. العاطفة هذه حقيقة ما أقدر أمسك نفسي من شيء شفته في عظمة هذا البلد وعظمة هذا الشعب. أرجوكم يرحم والديكم، اللي نبي منكم فقط اقضوا ببيوتكم، اقعدوا بالبيت، اقضوا بالبيت. احنا الحين نستعد حق عيالنا اللي جايين من برا، المرضى اللي جايين من برا، للطفل اللي جاي من برا. يعني لا تخلون ضغط على الدولة أكثر من ما هي مضغوطة. الحقيقة الوزراء ما قصروا ومجلس الوزراء ما قصر، الكل ما قصر، المتطوعين ما قصروا، الشركات ما قصروا، لكن إحنا الحين دورنا، إحنا كشعب لازم نلتزم ولازم نقطب البيت ولازم نقعد ولا نخالف كل الأوامر اللي تصدر لنا، لأنها كلها تصب في مصلحتنا. أرجوكم أرجوكم يرحم والديكم، أرجوكم اقضبوا البيت،
لا ينتشر أكثر من كذي. إحنا قاعد نحارب عدو غير مرئي، فمو عدو قوته وقوتي، هو غير مرئي، قوته أكثر أكبر منا، ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فأرجوكم خلونا نلتزم، خلونا نتفرغ حق اللي جايين، ذولا مهمين ترى، جايين من بلدان موبوءة، نبي نركز عليهم ونبي نحفظهم. فأتمنى منكم الله يرحم والديكم، الله يرحم والديكم، اقضبوا بيوتكم. كلمات مؤثرة جدا وواضح التأثر من نبرة نبرة الحزن كانت موجودة. يعني قاعد نقول يعني يستمع لسانك شيخ أمثال، أنت أم الكويتيين، تأكد الكلام اللي قلتيه، تأكد الكلام اللي قلتيه هذا بلسان جميع أمهات الكويت، كل أمهات الكويت اللي قاعد يسمعون لك الحين قاعد يعني يقولون وراك آمين آمين، إن الله يحفظ الكويت وإن التزام كامل من قبل الجميع. مثل ما تفضلتي شيخ أمثال، يعني جهود الدولة مو مقصرة، ورانا أبنائنا الطلبة راح يجون الكويت في يوم من الأيام وعن قريب إن شاء الله بناء على توجيهات القيادة السياسية. فبالتالي رسالة من خلال الشيخ أمثال، وكانت مثل ما تفضلت نبرة الحزن اللي كانت موجودة. نعم. يعني لسان حال أمهات أكيد أكيد، خصوصا أمهات طلبتنا اللي موجودين صحيح. في الخارج، إحنا كل ما نتأخر في تطبيق التباعد الاجتماعي كل ما يتأخرون أهما بالوصول صح. حق الكويت، وهذا أكيد شيء إحنا ما نبي وما نرضى عليه، خصوصا اللي انقطعت فيه هم السبل في الدول الخارجية، نبيهم يرجعون، لازم إذا إحنا التزمنا راح نرجعهم بسرعة حق الكويت بالسلامة إن شاء الله. معنا هذا الاتصال الهاتفي الآن مع معالي وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السيد مبارك الحريص. مساك الله بالخير وحياك الله أستاذ مبارك. يا هلا ومرحبا فيكم. معاليك مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا محمد. معاليك بداية يا ليت تكلمنا طبعا عن اجتماع اللي كان اليوم مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتوجيهاته الأبوية لكم كمجلس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم تشرفنا بلقاء سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه وعندما ترأس اجتماع مجلس الوزراء، وكعادته دائما في مثل هذه المواقف سموه قدم لنا في البداية استمع منا كل الوزراء، سواء في البداية سمو الرئيس وكم الوزراء، كل من اللي يعني هذه الأيام المجهود الاستثنائي اللي قاعد نقوم فيه كحكومة، ومن ثم قدم لنا طبعا توجيهاته وإرشاداته السامية والسديدة التي تكون دائما يعني نبراسا للمسؤولين في البلد ولأبنائه المواطنين. فالحمد لله يعني اليوم سموه كان تابع معانا من بداية الأزمة وكان عنده أدق التفاصيل، ونقل مثل ما قلنا يعني تطميناته لنا بأن البلد والله الحمد بخير، وأن إن شاء الله على جميع الأصعدة الكويت قادرة بإذن الله تعالى وبقيادة سموه لمواجهة هذه الأزمة كما واجهت أزمات على مدى التاريخ، والكل يعلم بهذا صحيح. الأمر، وإن شاء الله نتمنى لها الصحة وموفور العافية إن شاء الله. آمين يا رب. معالي الوزير، حضرتك وزير الخدمات وتحت مظلتك المطارات، نبي نعرف الاستعدادات والتجهيزات اللي قمتوا فيها بالفترة الأخيرة، خصوصا عرفنا أن راح يكون هناك أيضا تسيير بعض الرحلات لدول خارج الكويت لنقل بعض مواطنينهم، يعني الوافدين اللي موجودين عندنا. طبعا ما في شك ان اليوم المطار يعني من اهم المرافق اللي عليه عبء كبير في معالجه هذه الازمه في الشقين، سواء في اجلاء الكويتيين في الخارج الى بلدهم او في اخلاء الوافدين الموجودين الى بلدانهم. منذ بدايه الازمه واحنا في الطيران المدني، وهذه يمكن فرصه اشيد في جهود اخواني في الطيران المدني، سواء رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود او مدير العام الوهاب الفوزان، وايضا النواب المدير العام وجميع العاملين في والله يجزاهم الله الف خير. نعم، فكانوا يعني في لجنه طوارئ تنعقد بشكل يومي لتسهيل هذه المهمه الصعبه اللي هي في مسألة إجراء الكويتيين للداخل وإخلاء الوافدين إلى بلدانهم. طبعا هذه أمور يعني مرتبطة في ترتيبات مع الدول
سواء اللي فيها الكويتيين أو في الدول اللي بيروحون لها الوافدين، سواء من ناحية صحية ومن ناحية أمنية وجميع الترتيبات يعني. ولكن أطمنكم أطمن جميع إخواني أبناء شعب كويتي بأن العمل جاري على قدم وساق، ومثل ما شفتوا يعني يمكن طار الطيارتين أو ثلاث، واليومين اللي جايين أيضا راح تكون في كذا طيارة بالنسبة للإخلاء الموجودين. ولكن الأخوة الكويتيين اللي بالخارج قريبا جدا إن شاء الله راح تكون تبدأ رحلات العودة، إن شاء الله يعودون إلى بلدهم. نطمئن عليهم سواء اللي كانوا في رحلات علاجية أو اللي كانوا عالقين بسبب العطلة الأيام العيد الوطني وطالعين، أو أبنائنا الطلبة. فالكل إن شاء الله مأخوذ في الاعتبار، وراح تنظم العملية بمعايير، وإن شاء الله راح نشوفهم قريبا جدا. يا رب إن شاء الله. بعد إذنك معالي الوزير، يعني إحنا اللي عرفنا أن أنتم بانتظار كلمة من وزارة الصحة علشان تبدون تجلون الكويتيين من الخارج. اللي نبي نعرفه، هناك خطة زمنية مجدولة جاهزة وراح تستعينون فيها فور أخذ المعلومة من وزارة الصحة؟ نعم طبعا، ما في شك يعني الآن وزارة الصحة هي القائدة في كل القرارات قاعد تصير، سواء عندنا في وزارة الخدمات أو الوزارات الأخرى. ودائما أخواننا في وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور باسل صباح الله يطيل العافية ويعينه تحمل قدر كبير من الأزمة، لكن إحنا في تنسيق دائم ومستمر، وقراراتهم تجينا كأوامر في أمور إحنا نقترحها. وأنتم مستعدين؟ نعم، في أمور لما إحنا نتكلم فيها هم يعترضون عليها للجانب الصحي، إحنا ما نملك إلا أن يعني نطيع أمرهم، لأنهم هم الأزمة أساسها أصحاب القرار. نعم، وأيضا تعامل عندهم هم تصنيفات للدول، الدول الأكثر وباء والدول الأقل والدول اللي ممكن يعني المواطن يتحمل فيها أسبوع أسبوعين. لكن الدول إحنا كان ودنا من أسبوع أسبوعين جايين عيالنا هناك، لكن ترتيبات لازم إن شاء الله نكون على اتصال أول وآخر مع أخواننا في وزارة الصحة. وطمنكم العمل جاري مثل ما قلت، يعني توجيهات وزارة الصحة في هذا الجانب هي الأساس. جميل معاليك، أنت طمننا من خلالك أن العمل بالنسبة لمطار الكويت إن شاء الله أنتم على هبة الاستعداد متى ما سمح من قبل السلطات الصحية في إجلاء الكويتيين أو في عملية الطلبة، إن شاء الله أمور طيبة. خلينا نتكلم من جانب آخر معاليك، الموانئ. الموانئ لها دور كبير خاصة في هذه الفترة في توفير البضائع، في توفير المخزون الغذائي، فيعني عليكم عبء كبير بالنسبة حق الموانئ وتوفير الموانئ وتسهيل العمل في الموانئ ودخول هذه البضائع والمخزون الغذائي. طبعا مثل ما تعرف الموانئ يعني من اهم المنافذ. صحيح. يعني المنافذ البحريه بالاضافه للمنفذ الجوي هو المطار، والمنافذ البريه هي الحدود. فمنفذ البحري عندنا ثلاث موانئ اللي هو ميناء شويخ وميناء شعيب وميناء الدوحه. منذ بدايه الازمه كانت في تنسيق مع وزارة الصحة على اعتبار أن في موانئ منعنا منها نهائيا. صحيح صحيح. استقبال كانت موبوءة بشدة، وموانئ أقل وباء، فكنا نقول على افتراض أن السفينة اللي جاية منهم تكون غادرت الميناء الموبوء يعني قبل 14 يوم حتى تكون عدت مسألة الحجر سواء في البحر أو صحيح. في ميناء آخر غير موبوء. فهذه من يعني من أول يوم من الأزمة كانت الموانئ هي من أهم الأمور اللي إحنا شغلنا فيها، لأن تعرف الموانئ فيها مواد وبضائع وسلع، وفيها أيضا مثلا أعلاف ومواشي وكذا، فهذه كلها ممكن تكون مدخل للبلد لا سمح الله في نقل الفيروس. فطوقنا الأمر هذا في البداية وحطينا ثلاث تصنيفات على الاتفاق مع وزارة الصحة، ما هي الموانئ اللي نمنع بالمرة، ما هي الموانئ اللي احنا نحط فيها اشتراطات شوية قاسية، وما هي الموانئ اللي احنا يعني تكون اشتراطاتها أقل لأنها وضعها الصحي تكون أفضل، وماشيين على هذا المعيار من أول يوم في الأزمة. نعم. معاليك بالنسبة حق الحظر، قبل أن نختم اللقاء مع معاليك، يعني بالنسبة للحظر ما أثر على سير العمل بالنسبة حق الموانئ ودخول المخزون الغذائي أو البضائع إلى المخازن في الكويت بشكل سريع معاليك بعد ذلك؟ هذا طبعا كانت في جهود جبارة بالتعاون حتى مع أخواني في وزارة التجارة لاستيراد السلع والمخزون. وأيضا ذكرت في شغلة مهمة، تغير نوعا ما العمل في الموانئ من الاحتكاك المباشر مع السفن، في سفن تطلع لها فرق التفتيش في البحر، وفي سفن منعنا الاحتكاك ويكون التنزيل والمناولة والتحميل يكون عن طريق يعني الآلات من بعد، يعني ما يكون في احتكاك بشري. هذا لحد من المشكلة يعني حتى لا يتطور الفيروس. ولله الحمد يعني العمل كله ماشي
مثل ما نبي، والسلع موجودة والمخزون الاستراتيجي يعني موجود، وما في إن شاء الله الاحترازات اللي قاعد نسويها مو مؤثرة بشكل يعني كبير على سير العمل. عساكم على نحن في ظرف استثنائي، لازم يكون في تأثير، ولكن التأثير بطريقة يعني معقولة، وإن شاء الله يستمر العمل والدخول إن شاء الله وخروجها مثل ما كان إن شاء الله. إن شاء الله. ألف شكر لك معالي الوزير، شكرا جزيل الشكر لمعالي وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السيد مبارك الحريص. واليوم أيضا عندنا لقاء مع معالي وزير النفط، وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل، راح يكون موجود معنا بعد هذا الفاصل، فخلكم ويانا. إجراءات واستعدادات وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء في مواجهة فيروس كورونا المستجد، أهم القرارات والتحديات مع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، الحين في ليالي الكويت. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. مثل ما عودنا، مجلس الوزراء والوزراء الموقرين على مبدأ الشفافية والوضوح، خصوصا في حالة الطوارئ اللي تعيشها البلد مع انتشار فيروس كورونا. في هذا اللقاء نحب ان احنا نركز على دور وزارة النفط وايضا وزارة الكهرباء والماء. معنا طبعا معالي الوزير الدكتور خالد الفاضل، مساك الله بالخير دكتور وحياك الله. مساكم الله بالخير، مسي على السادة المشاهدين أيضا بالخير، ونتمنى أن شاء الله يكونون قاعدين في بيوتهم ملتزمين بقرار الحظر، ونتواصل معهم إن شاء الله من خلالكم، من خلال برنامج ليالي الكويت، من خلال برنامجكم في تلفزيون الكويت القناة الأولى. مساك الله بالخير معاليك، وسعداء لوجودك معنا. أسئلة كثيرة راح تكون معاليك، ويعني عودتنا حكومتنا الرشيدة التعامل بكل شفافية، يعني من خلال طبعا سواء من خلال برامجنا تلفزيون الكويت، لقاءات المسؤولين. اليوم كان لكم عندكم اجتماع مهم مع أبونا أبو الكل أبو الكويت، طبعا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كمجلس وزراء، يعني أبرز التوجيهات اللي خرجتم في هذا الاجتماع المهم. تشرفنا اليوم طبعا بلقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بوجود سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كذلك، ومعالي رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء بدار سلوى. طبعا كما عودنا حضرة صاحب السمو بأن يوجه لنا توجيهاته، وكذلك أشاد بالأداء الحكومي وأشاد بالتكاتف الشعبي الكويتي الوطني اللي ترجم كلمات سموه في اليوم السابق إلى واقع ملموس، حيث لاحظ سموه بأن هناك لحمة وطنية ترجموها الكويتيين من خلال التزامهم بالحظر، من خلال تقبلهم للقرارات الحكومية اللي صدرت. صاحب السمو وكعادته
دقيق جدا وملم بما يدور من أحداث، وكذلك استمع إلى تاريخ كورونا والمرض وما قامت به السلطات الحكومية، وخصوصا معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اللي دائما نرفع له القبعة ونهنيه على هذا الدور اللي وضع الكويت في مصاف الدول العظمى، بل وتفوقت الكويت كذلك على الدول كلها. صاحب السمو استمع لكل وزير واستمع لكل إنجاز يدور في الوزارات وفي أروقتها، وكذلك اطلع على كافة الأمور، أعطانا توجيهات سموه كما عودنا، ودائما احنا نستمع لهذه التوجيهات ونضعها نصب عيوننا، وإن شاء الله نكون يعني على قدر من المسؤولية وعند ثقة حضرة صاحب السمو الله يحفظه. إن شاء الله. يعني احنا الأمانة كإعلاميين سعداء جدا ومسرورين بهذا التقارب الكبير من كل المسؤولين في الدولة على أعلى مستوى، من وزراء دائما تلبون النداء بأسرع وقت، خصوصا أن احنا نحتاجكم في فترة الطوارئ، ناخذ منكم المعلومة نوصلها للمشاهد بشكل سريع وبشكل سليم، ونقضي على الإشاعة من خلال تواجدكم أول بأول لشرح أي جديد. معالي الوزير، حابين نتكلم في البداية، حضرتك حقيبة النفط وبالإنابة أو بالوكالة الكهرباء والماء، فخلينا نبدي مع النفط وناخذهم خطوة خطوة. نبي نتكلم الحين عن الوضع العام في العالم كله، الكل يتكلم عن أن فيروس كورونا هذا الوباء ليس فقط وباء صحي ولكن وباء اقتصادي أيضا، ونحن دولة تعتمد بصورة كبيرة جدا على النفط وعلى تصدير هذا النفط. نبي نطمن على حقولنا، نبي نطمن على سير العمل فيها، نبي نطمن على كل شيء يخص هذا الموضوع. شكرا غادة على هذا السؤال، وأعتقد هذا أيضا هاجس لدى المواطنين، الناس كلها تبي تعرف شو القصة وش اللي صار وما هذا الانهيار اللي حصل في أسعار النفط. بس بداية نتكلم عن وزارة النفط ونتكلم عن القطاع النفطي، وهذيل شيئين مختلفين تماما. وزارة النفط هي وزارة نمطية إدارية تتبع أسلوب العمل الإداري كحالها حال الوزارات الأخرى، وبالتالي هي معطلة نتيجة القرار الحكومي بتعطيل الأعمال. عندما نتكلم عن القطاع النفطي ونتكلم عن الحقول والإنتاج، الجواب السريع للسؤال إن هل إنتاجنا مستمر؟ نعم إنتاجنا مستمر وبنفس الكمية. إنما تأثير الأسعار نعم هو تأثير اقتصادي، بدأ من الصين كونها تعتبر المستورد الأول للنفط الكويتي، بعد قيام الصين بإغلاق مصانعها وتخفيض كمية الاستيراد اللي تستوردها من النفط الكويتي طبعا ومن النفوط الخليجية على حد سواء، بدأت آثار الأزمة الاقتصادية تبين وبدأ سعر النفط ينزل. كان هناك اجتماع لأوبك، منظمة أوبك، في الأسبوع الأول من شهر 3 وتحديدا في يوم الأربعاء الموافق 4 مارس. الاجتماع هذا بدأ بلجنة تسمى بلجنة مراقبة خفض الإنتاج. طبعا منظمة أوبك هدفها هو المحافظة على أسعار النفط بشكل يرضي المستهلك ويرضي المنتج على حد سواء. نتيجة هذا الاجتماع كانت هناك توصية بعمل تخفيض إضافي للنفط بواقع 1.5 مليون برميل، إضافة للمليون و700 ألف اللي كانت موجودة أساسا مخفضة، وهناك 400 ألف برميل مخفضة من المملكة العربية السعودية طواعية فوق 1.7 مليون. فإحنا قاعد نتكلم عن تخفيض 1.1 مليون يضاف إليها 1.5 مليون برميل. هذه كانت التوصية بأن يستمر الخفض. طبعا رفعت هذه التوصية إلى اجتماع أوبك في يوم الخميس الموافق 5/3، ووافقت منظمة أوبك على أن يكون هناك خفض بالإنتاج بواقع 1.5 مليون إضافي. إحنا قاعد نتكلم الآن عن 3.6 مليون صحيح. للسوق للمحافظة على الأسعار. طبعا اليوم اللي يليه هو يسمى اجتماع أوبك بلس اللي يضم مجموعة أوبك بالإضافة إلى الدول من خارج أوبك وعددها 10. كان هناك تنسيق وكان هناك تقارب في وجهات النظر من جميع الدول، ولكن ما يغلب على منظمة أوبك وأوبك بلس أن القرارات لابد وأن تتخذ بالإجماع وليس بالأغلبية، فأي دولة تعارض هذا الاتفاق يكون الاتفاق وكأن لم يكن. طبعا روسيا بطبيعة الحال كان عندها توجه مختلف تماما بأنها لا ترى بإضافة خفض جديد، وإنما كانت ترى بأن يكون هناك مراقبة للأسعار ومراقبة للسوق، في حال أن احتجنا إلى تخفيض إضافي نجتمع الاجتماع المقبل ونحدد. بناء على هذا طبعا ما كان هناك اتفاق، وبالتالي النتيجة الحتمية لعدم وجود اتفاق هو التراجع عن 1.1 مليون اللي كانوا موجودين أساسا بالسوق. احنا قاعد نتكلم عن خفض إضافي لمعادلة الأسعار، الخفض الإضافي لم يقر، بل على العكس
وضعت 2,100,000 برميل إضافية للسوق، مما ساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر. ما زاد عدم الاتفاق بأن الدول الآن بإمكانها أن تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية، وهذا أيضا ساهم في انهيار أسعار النفط بشكل أكبر. من الجدير بالذكر أن يوم 6 مارس اللي هو يوم الجمعة اللي اجتمعنا فيه مع منظمة أوبك بلس، بعد عدم حصول الاتفاق اللي هو يوم إغلاق الأسواق، نزل النفط 5 دولارات فورا بعد نهاية الاجتماع. كنا متوقعين مع بداية الأسبوع يوم الأثنين بأن تنزل الأسعار إلى 30 دولار، فعلا هذا ما حدث. معاليك خلينا نتكلم يعني هذا الانخفاض العالمي، وخلينا نتكلم معاليك يعني تأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وتأثيره على الاقتصاد الكويتي خلال هذه الفترة وخلال الفترة المقبلة. طبعا لما نتكلم عن دور القطاع النفطي، هو دور القطاع النفطي إنتاج النفط وبيعه. هناك تكاتف حكومي ولجنة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء تدرس جميع البدائل الاقتصادية حول أي تذبذبات فيما يتعلق بإيراد النفط أو الإيرادات الأخرى، لأن النفط لا يشكل 100% ولكن يشكل حجم كبير جدا من الإيراد المحلي. اللجنة هذه لابد أنها تدرس توصيات، وهناك أيضا فرق عمل تعمل لإيجاد حلول لما نسميه لما بعد الأزمة، لأن هناك تبعات اقتصادية حتمية لانخفاض أسعار النفط. الأمور اللي قد تكون مطمئنة نوعا ما أن هذا الانخفاض ليس الأول في التاريخ، هناك انخفاضات حدثت في السابق، وأيضا الأسعار وصلت إلى ما يقارب 9 دولار للبرميل في التسعينات. فهناك حلول لهذه العملية، بأن لابد أن ينظر في عملية مثلا تشريعات معينة مختصة بالنفط خصوصا في الكويت، لأن هناك ناس تنظر إلى ما يسمى بالتجربة المكسيكية اللي ما تأثرت بانخفاض الأسعار نتيجة اتباعها لنظرية تسمى الهيدجينج أو الاهتزازات، أن هي تؤمن على سعر البرميل. احنا عندنا يمكن القانون يمنع، ولابد من النظر في هذا الموضوع لوجود حلول اقتصادية أخرى. إلى الآن العملية ما تبلورت من خلال اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ولكن هناك حلول وهناك فريق يدرس آلية النظر في إعداد حلول واقعية لما بعد الأزمة. يعني نأكد معاليك أن يعني حق المشاهد اللي قاعد يشاهدنا ما في خوف إن شاء الله، يعني مهما كان في انخفاض هناك الكويت استطاعت من خلال السياسة الرشيدة أن الكويت تتجاوز عن هذه الأمور الاقتصادية أو أي تأثير اقتصادي قد يحصل. هناك خطط بديلة، هناك خطة اقتصادية بديلة مثل ما تفضلت معاليك. طبعا من المهم والجدير بالذكر على أساس الناس لا تأخذ المعلومات بطريقة غير صحيحة، بعد الغزو قامت دولة الكويت بالاقتراض وسددت ديونها بشكل كامل وبشكل جيد، ولذلك الكويت تحافظ على مستوى ائتماني جيد. الآن احنا نتكلم عن وجود عجوزات في الميزانية نتيجة انخفاض أسعار النفط قد تدفع بالدولة إلى الاقتراض. اليوم احنا ما ننظر للكويت دولة وحيدة في العالم، العالم كله يعاني اليوم. صحيح. اقتصادات كبيرة أكبر من اقتصاد الكويت بمراحل انهارت. صحيح. لابد أن تكون هناك حلول، ولكن هذه موجودة أيضا في عين الاعتبار إن شاء الله. طيب إذا تكلمنا عن العاملين في شركات النفط المختلفة، نتكلم عن أهم الأمور اللي سويتوها للحفاظ على صحتهم وأيضا للحفاظ على سير العمل. ركز سيدي حضرة صاحب السمو في حديثه دائما على الإنسان، لأن الإنسان هو المقوم الأساسي لبناء الدولة، لذلك صحة الفرد عندنا تعتبر المعيار الأول في مؤسسة البترول الكويتية وكذلك شركاتها التابعة. الإجراءات الصحية متخذة على قدم وساق، هناك فحص للعاملين وفحص للعاملين ما أيضا اللي يشتغلون مع المقاولين. الإجراءات الصحية موجودة ومعروضة لهم دائما، يجب أن يتبعونها، المسافة بينهم، عدم التلامس، لابد أن يكون هناك معقبات، استخدام القفازات عند الحاجة. هذه الأمور دائما تكون متوفرة في جميع الشركات، وكان في توجيهات واضحة مني أنا شخصيا ومن الرئيس التنفيذي لرؤساء التنفيذيين من الشركات بضرورة توفير هذه المعقمات. مثل ما ندري أن هناك شح في هذه المعقمات والقفازات في السوق المحلية، ولكن الحمد لله قدرنا أن نوفرها لجميع الشركات. جميل. إحنا بعد التزمنا بمسألة التوفير وما لبسنا القفازات. صحيح. صحيح. يعني قاعد نقول عن السلفية. الناس كلها تحاول أنها ترشد استهلاكها بكل شيء، مو فقط ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، ولكن أيضا المواد الغذائية وأيضا كل المتعلقات الخاصة بالنظافة والصحة والمعقمات. مع الوزير إذا تكلمنا عن الحظر اللي موجود الحين واللي إحنا داخلين في ساعاته، إيش كثر أثر على سير العمل في الشركات الخاصة
بالبترول؟ لابد من الإشارة بأن احنا كحكومة كنا معدين لهذا الحظر، ان عارفين ان قد يقر هذا الحظر في اي لحظة، خصوصا في الشركات النفطية او وزارة الكهرباء والماء. لابد من الإعداد له بشكل مسبق. احنا ما نقدر اني ونطبق الحظر في لحظة ونتوقع ان الآبار النفطية تكون جاهزة للإغلاق، او ان شركات نقدر ان نقول لها لا تداوم. هناك امور اجراءات سلامة لابد من اتخاذها قبل اجراءات الحظر، لذلك كنا متجهزين. فكان هناك اجتماعات تنسيقية بيني وبين معالي وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وكذلك معالي وزير البلدية، وكان اجتماعنا هذا لتدارس آليات تنفيذ الحظر في حال أقر. أعددنا الكشوف اللي تحتوي على جميع الأسماء اللي المفروض أن احنا نسمح لهم بالخروج أثناء فترة العمل في أوقات الحظر. أعددنا كذلك الآلية اللي يتم من خلالها الاستفادة من هؤلاء العاملين. وهذه نقطة يمكن من المهم أني أقولها مختصة في وزارة الكهرباء والماء تحديدا. لو جينا نفترض أن أنا عندي 10 عاملين يقومون بمهمة واحدة، الناس ترى بأن أنا أبي أساعد وأنا أبي أتطوع، وليش ما حطيتوا اسمي بالكشف وأنا أبي أكون من الناس اللي يشاركون. إحنا نحاول أن إحنا نقسم العشرة إلى أكثر من مجموعة، لسبب أن في حال لا سمح الله تم اكتشاف حالة من ضمن جزء من اللي مداوم، معناته العشرة هذيلا كلهم أنا راح أخذهم ووديهم للحجر، وبالتالي قد تتوقف العملية. لذلك إحنا مقسمينهم إلى أكثر من فريق، فريق واحد يداوم لمدة أسبوعين، بعد ذلك الفريق الثاني داوم لمدة أسبوعين، عشان نضمن لها هي فترة الانكيوبيشن، ما يسمى في فترة الحمل لهذا الفيروس. في حال أن ظهرت أعراض اشتباه بكورونا لا سمح الله، أو ظهرت بعض الحالات، الفريق هذا الثلاثة كلهم راح يكونوا بالحجر، ويأتي فريق جديد لإتمام العملية. فهي عملية معقدة لآلية إدارة عملية الحظر. العيب فيها أن تعتبر عملية جديدة علينا ككويتيين، ما سبق أن احنا تعاملنا في مثل هذه الظروف، لذلك قد تكون هناك بعض الأخطاء، بعض الإخفاقات. بس الجميل أن أنتم قاعد تنجزونها بشكل أكثر من رائع. الحمد لله. بالنهاية التعاون هو الدافع الأساسي، كون أن هناك تقبل من الجميع، وكون أن هناك دعم من الشعب الكويتي للإجراءات التي تقوم فيها الحكومة، أنا أعتقد هذا الدافع الأساسي للنجاح. جميل. معاليك طبعا نبي نتكلم أيضا يعني مع وزارات الأخرى، التجارة أو نتكلم عن المخزون. يعني البعض خلال فترة الحظر يخاف، وأنا خاف الصبح أروح البنزين ألاقي زحمة، مو متوفر، ناقص. نبي نتكلم، وهذا يهم الكل ترى، يعني الكل قاعد يشوفنا حاليا يهمه، يعني يقول خاف في يوم من الأيام أني أنا أي محطة البنزين بعبي بنزين ما لقى، قال والله المحطة مسكرة، أو والله مو موجود البنزين، أو يعني. وأعتقد الكلام هذا وصل لك معاليك. طبعا مهم جدا نحن نتكلم عن البنزين. صح. لابد من معرفة أن جميع محطات البنزين مفتوحة خلال فترة رفع الحظر. نعم. بدون استثناء كلها مفتوحة، ولكن أثناء فترة الحظر تم تقنين هذه المحطات إلى 24 محطة فقط، اللي هي أثناء فترة الحظر تعمل، لأن هناك آليات، هناك ناس قاعدة تداوم خلال فترة الحظر تحتاج البنزين. الأمر اللي يمكن أقدر أطمنك فيه وأطمن السادة المشاهدين كذلك، الأمر اليوم إحنا ما قاعد نتكلم عن حالة حرب والحمد لله، إحنا قاعد نتكلم عن حالة تفشي وباء، ولكن صح. الناس مداومة، المصانع شغالة، المواد الأولية موجودة، فبالتالي البنزين ما في خوف من نضوب البنزين، لأن عندنا إنتاج. يعني القصد إن إحنا قاعدين نستورد طبعا الغازولين، لأن إحنا أغلقنا مصنع الغازولين إنتاجه بالكويت، ولكن قاعد نستورده، واستيراد البنزين مستمر، وعندنا أيضا منه مخزون استراتيجي يكفينا. فما في خوف من إني أروح محطة ألقى ما فيها بنزين، لكن الخوف أني أروح محطة ما تكون من 24 اللي مفتوحة وقت الحظر. والمحطات موجودة، يعني في إعلان عن المحطات المفتوحة خلال فترة الحظر. نعم. أو خلال الفترة المسموحة بعد الحظر، كلهم تم الإعلان عنهم، موضوعين في جدول وموجودين على الويب سايت التابع للشركة. وأنابيب الغاز الخاصة بالمنازل؟ أنابيب الغاز أيضا إحنا عندنا مصنعين للغاز في الكويت. الأنابيب أطمنكم بأن استهلاكنا اليومي تقريبا 50,000 أسطوانة، وصل إلى ما يقارب 80,000 نتيجة الهلع اللي صار في أول الأيام، أن الناس كانت خايفة من نضوب كميات سلندرات الغاز. ولكن رجع إلى وضع الطبيعي اللي هو نتكلم عن 50,000 أسطوانة. إحنا إنتاجنا ومخزوننا الاستراتيجي يفوق 50,000 بمراحل. الحمد لله. معاليك بتكلم، يعني انتقل حق وزارة الكهرباء والماء، يعني الناس يعني همهم موضوع وزارة الكهرباء والماء. عندك اي مداخلة تحب تقولها في وزارة النفط؟ بالنسبة للقطاع النفطي احنا جايين نسمع منكم ونرد على اسئلتكم ونطمن الجمهور. يعني معاليك وزارة الكهرباء والماء، ودائما قاعد توجهون انتم كوزارة توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه، بدائما التسهيل على المواطنين
سهلوا على المقيمين، لا تقصرون معاهم، وهذا ما شهدناه من الكلمة السامية اللي سمعناها أمس من يعني سموه حفظ الله ورعاه بمعاملة المواطن والوافد. كان لكم قرار بموضوع المياه، كان هناك قرار أو في قطع المياه عن تقريبا مجموعة، وأنا قريت البيان اللي أصدرته معاليك، اللي استفاد من هذا القرار 3000 أسرة. أكثر من 3000. أكثر من 3000. نتكلم عن هذا الموضوع وهذه اللفتة، نقول يعني اللفتة الكريمة منكم في التسهيل على المواطنين في هذا الموضوع. دائما أبوابنا مفتوحة ودائما قنواتنا للاتصال أيضا مفتوحة. وردني تساؤل حول قطع المياه عن أحد الأسر بأن الأسرة هذه تعاني من لجوءها إلى التناكر، وأن عندهم تخوف من عدم وجود تناكر للمياه خلال فترات الحظر إذا أقر الحظر. يعني طال عمرك معاليك القطع كان قبل الأزمة. طبعاً. قبل الأزمة. طبعاً. ونتكلم من القطع أن هذه الأسرة لم تلتزم بسداد المستحق عليها. طبعاً هو قطع المياه هو الأسلوب الذي تلجأ للوزارة في حال تراكم الديون وعدم تسديد الفواتير للوزارة. تقوم الوزارة بطبعاً وضع تنبيه لسداد الديون. صحيح. أو جدولتها، وبعد ذلك في حال عدم الالتزام تقوم الوزارة بقطع المياه. اللي صار أن هذه الأسرة طبعاً أعتقد أنها اشتكت لأحد الناس اللي أنا تربطني فيهم علاقة، وبلغني بأن هناك أسرة مقطوع عنها الماي ونحتاج علاج. طبعاً إحنا لما نتعامل ما نتعامل مع أسرة، إحنا نتعامل مع مجتمع كامل. صحيح. صحيح. فلذلك قمت وحصرت، قلت أطلب أني أشوف إيش كثر الناس اللي قاعدة تعاني من عملية قطع المياه، وفي هذه الفترة في هذه الظروف الاستثنائية احنا محتاجين المياه بشكل أساسي، لأن النظافة الشخصية هي اللي راح تكون السلاح الحامي لنا للتغلب على هذا الفيروس. كذلك فيما لو أقر حظر فالناس ما راح تقدر أن تطلع وتروح تدور تناكر، فمن الأولى أن يكون الماء موصل لها. فعلى طول اتصلت بسمو رئيس مجلس الوزراء للاستئذان لاتخاذ قرار مثل هذا، وعطاني توجيه مباشر سمو الرئيس بأن القرار هذا فعلا يصب في مصلحة المواطنين ولا بد أن احنا نسويه. فورا عطيت توجيهاتي لوزارة الكهرباء والماء بضرورة حصر المستفيدين من هذا القرار بشكل سريع وإعادة خدمة المياه لهم. يوم الجمعة طبعا بدأوا بالعمل، ويوم السبت تم حصر المستفيدين جميعا، أكثر من 3000. احنا قاعد نتكلم عن ما يقارب 3700 أسرة كانت مقطوعة عنها خدمة المياه وكانت تلجأ للتناكر. اليوم نقول أن اليوم احنا أعدنا المياه إلى 300 أسرة. جميل. جميل. وكذلك احنا مستمرين بإعادتها إن شاء الله للأسر المتبقية خلال الأيام القادمة. طلبنا من الناس إزالة المعوقات اللي قد تعيقنا من أداء مهمتنا من خلال ربط الصنبور وإعادة المياه لمنازل. يعني حقوقكم موجودة معاليك. طبعاً. متى ما انتهت هذه الأزمة إن شاء الله، ويعني هذا الوباء إن شاء الله تلاشى ووصلنا لمرحلة الصفر، حقوقكم موجودة وسيتم التعامل مع الأسر هذه الأسر بطرق أخرى. صحيح. هو طبعاً المهم أن احنا نذكر أن ضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء والماء سواء في هذه الظروف أو في غيرها. بالنهاية هذه نعمة من رب العالمين. أنا دائما أقول أن توفير الكهرباء معناته أن احنا قاعد نوفر وقود بإمكاننا احنا نبيعه وندخل منه إيراد. توفير المياه أيضا قاعدين نوفر وقود وقاعدين نوفر مواد أولية قاعدين نستخدمها من كاتلست اللي نسميها محفزات ومواد تنظيف، واستهلاك للمعدات واستهلاك للجهود. هذه كلها أمور نحتاج أن احنا نتعامل معها بشكل مباشر. لذلك الترشيد هو أساس للعمل. الترشيد هو خدمة وطنية لابد أن الناس تلتزم فيها في حال عدم حاجتهم للتكييف، عدم حاجتهم للإنارة لابد من إطفائها، استهلاك المياه بشكل كبير لابد من التقليل منه. هذه كلها تعتبر خدمة وطنية يقدمها الناس لهذه البلد. مع الوزير قصدك راح تأجلون دفع العوائل اللي عليها أقساط متأخرة للوزارة حاليا في الوضع اللي احنا فيه، اللي هم قطعت عنهم المياه بإمكانهم سداد الأقساط، ولكن قطع المياه وقفناه إلى أن تنتهي هذه الظروف الاستثنائية. فأنتوا رجعتوه من غير ما يدفعون وراح تنتظرون لقدام شوية ممكن خلال هذه الفترة الاستثنائية. نعم. جميل جدا. إذا تكلمنا عن موضوع الكهرباء وإحنا في فترة يعني راح يدخل علينا الصيف وضغط الكهرباء راح يصير كبير جدا، خصوصا ان قاعدين في البيت والكل على اجهزته الالكترونيه والاجهزه الكهربائيه.
نبي نتكلم عن نصيحتك للمشاهدين كلهم اللي قاعد يتابعونا، وبنفس الوقت نبي نطمنهم على المحطات اللي موجودة عندنا الخاصة بالكهرباء، خصوصا يعني كان حصل يعني شوية خراب في إحدى المحطات سابقا يعني خلال الفترة الماضية، وانقطعت الكهرباء عن بعض المناطق. الخلل اللي صار وقطعت عنا الكهرباء في بعض المناطق كان في محطة الدوحة، وهذا كان في شهر أغسطس الماضي. اللي سمعتي عنه يمكن هو انفجار محول في الزور الجنوبية، هذا حدث قبل لا أنا استلم وزارة الكهرباء والماء بالوكالة. الحادثة هذه أيضا شكلنا فيها لجنة تحقيق وجاري النظر فيها. حادثة أخرى أيضا حصلت قبلها الأسبوع اللي قبل انفجار الزور الجنوبية، كانت حادث حريق في الزور الشمالية. الزور الشمالية هي محطة تابعة للقطاع الخاص، لا تتبع لوزارة الكهرباء والماء بشكل مباشر، ولكن هي تنتج الكهرباء وتربطها بالشبكة الكهربائية التابعة للوزارة. وضع المحطات، قمت بزيارة المحطات أول ما بدأت أحداث كورونا في أنها تكون مخيفة للناس، لابد من طمأنة الناس اللي تعمل في المحطات وتعمل في مراكز المياه كذلك على حد سواء، وزرتهم أكثر من مرة لتطمينهم وللتأكد من استمرار عمليات الصيانة وأن تكون الأمور على قدم وساق مثل ما هو معهود. وكذلك أيضا احنا في اجتماعات مستمرة يوميا مع وكيل الوزارة بالتكليف لمتابعة خطط الوزارة لبرنامج الصيف. الأمور المهمة اللي لابد أن نذكرها اليوم فيما يتعلق بالصيف، استعداد وزارة الكهرباء والماء ليس فقط لموسم الصيف، ولكن احنا نعتبر موسم رمضان هو الموسم الصيفي الأكبر. اليوم رمضان إن شاء الله هذه السنة راحيين، الله يعودنا وياكم عليه بالخير واليوم البركات، راح يكون في شهر 4 اللي ما راح يكون في درجات الحرارة مثل ما كانت في العام الماضي، ولكن موسم رمضان يتميز بأنه ليس موسم عطلة، وبالتالي كل الناس راح تكون موجودة في البيوت، التكييف شغال لأن درجات الحرارة مرتفعة. فبالنسبة لنا موسم رمضان يمثل هو التحدي الأول. بس لاحظ مع الوزير أن في كويتيين خارج البلد 60,000 راح يردون، واللي راح يرد راح يستهلك مزيد من الطاقة، راح يصير عندك عدد سكان بالكويت ما صار من قبل. لو فترة الصيف يعني متوقع يعني الكثير ما راح يسافر من الكويتيين، راح يكون موجودين. خصوصا يعني مع انتشار الوباء والكل خايف، الكل ملجأ وطنه وبلده، فراح يصير أعلى نسبة سكان. راح يطمننا مع الوزير إن شاء الله. راح أطمن منكم، ويمكن أنتم ترى تسحبوني إلى معلومة ما أبي أقولها، بس راح أقولها لكم في تلفزيون الكويت. أولا فيما يتعلق بالظروف الاستثنائية، في حال أن استمرت هذه الظروف الاستثنائية لفترة الصيف، انعدم معها السفر وصار عندنا يعني خلينا نقول ازدياد في عدد الأفراد اللي موجودين في الكويت، لاحظوا أن هذه المرحلة راح تكون متزامنة مع عدم وجود دراسة، وبالتالي إحنا بإمكاننا أن نغلق المدارس ونفصل عنها التيار الكهربائي. إذا استمرت هذه العملية بحظر تجول واستمر عدم خروج الناس، احتمال أن إحنا أيضا نفصل التيار الكهربائي عن الأسواق وعن المجمعات. إذا استمرت هذه العملية وزادت حدتها لا سمح الله واضطرينا أن الناس كلها تقعد في الكويت، عندنا قد يكون هناك فصل التيار عن الأماكن غير المستقلة مثل الأماكن الحكومية وغيرها، وكلها راح تضيف لنا كمية من الوفر الكهربائي اللي بإمكاننا نستفيد منه. النقطة اللي أحب أطمنكم فيها أن الحمد لله إنتاجنا يفوق الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة الكهربائية. النقطة اللي ما كنت أبي أقولها ولكن راح أقولها، ترى الناس لما تسافر بالصيف ما تطفي بيوتها ولا تطفي تكييفها، فحتى في السنوات السابقة لما الناس تسافر كانت الليتات مشببة والتكييف موجود، وكنا قادرين على أن نعدي هذه المرحلة. اللي اليوم راح يصير أن التكييف شغال ولكن الناس في بيوتها، قبل كان التكييف شغال ولكن ماكو أحد. صح. فبالنهاية الزيادة المتوقعة في الكهرباء إن شاء الله هي ضمن مقدورنا وضمن استطاعتنا. اليوم احنا نتكلم عن شبكة ربط خليجي بإمكانها إمداد الطاقة في حال لا سمح الله أنه صار عندنا نقص مفاجئ نتيجة خروج محول أو خروج محطة أو ما إلى ذلك من أمور. العديد من الخطط الفنية اللي ما ودي أدوشكم فيها وأدوش السادة المشاهدين، لكن صدقوني احنا يوميا نجتمع ويوميا نراجع هذه الخطط، وعندنا باشر في الوزارة، أنا راح أكون في مجلس الأمة في الجلسة إن شاء الله، ولكن فريق الوزارة عنده لجنة مراجعة الأحمال لفترة الصيف، وكذلك يرفعون توصيات تعرض على مجلس الوكلاء. معاليك يعني جهودكم لا تقل عن جهود أي وزارة أخرى، يعني سواء التجارة، البلدية، الشؤون، الإعلام، الداخلية، الصحة، فبالتالي نتكلم من خلالك جهود أبنائنا
وأخواننا وبناتنا منتسبي وزارة الكهرباء والماء من خلال المحطات، يعني قاعد ترى يعني يواجهون أيضا يعتبرون مصهول أمامي عندما يتعاملون مع هذه المولدات، يتعاملون قد من يكون قد مصاب في هذا المرض أو عدوى. جهود أبنائك وبناتك منتسبي وزارة الكهرباء أرفع لهم كل تحية وتقدير، سواء العاملين في وزارة الكهرباء والماء في المحطات أو في مراكز الطوارئ أو في مراكز المياه، مراكز الاتصالات، كلهم يعملون على قدم وساق خلال وخارج أوقات الحظر، وكذلك العاملين في القطاع النفطي في مختلف الشركات لإنتاج النفط وتصديره وتسويقه، وناس ترى في الصفوف الأولى. حتى لما نتكلم عن الناس اللي كانوا يعملون في دول موبوءة أثناء انتشار الوباء في بعض دول آسيا كانوا موجودين وأصروا على بقائهم لحين إنهاء عقود التسويق وعقود المبيعات. لما نتكلم عن أبنائنا وبناتنا في وزارة الكهرباء والماء، وهذه نقطة مهمة لابد من ذكرها، بأن يا جماعة لما تطفي الكهرباء في منزل أو تطفي في فريج، ترى اللي قاعد يصلح الكهرباء هم أبنائكم وبناتكم. نعم. وهم ناس منكم وفيكم، يعانون من الحر ويعانون من ظروف العمل ويعانون من أنهم في الصفوف الأولى مضحين بأنفسهم على أساس سعادتكم وراحتكم. لذلك لابد أن نرفع لهم كل تحية وكل تقدير وكل إعزاز. التعاون معهم ضروري، لابد من الإشادة بجهودهم، موجودين بالصفوف الأولى. لو تشوف عدد الناس اللي قالوا لنا حتى لو بنقعد من البيت إحنا مستعدين نتطوع ونحط إيدنا بيدكم ونشارك لخدمة الكويت، الإنسان يعني يعجز عن الشكر والتقدير لهذه الفئة اللي أنا أشوف أنه مو غريب على عيال الكويت أنهم يكونون دائما مساندين للدولة. أكيد. هل تأثرت فرق الطوارئ الخاصة بوزارة الكهرباء والماء؟ أبدا، كان سمعتوا الشكاوى، الحمد لله أمورنا طيبة ومحكومة، وأنا أمر عليهم وعلى تواصل معهم بشكل دائم. خدمات وزارة الكهرباء والماء تغيرت بشكل كبير، التواصل من خلال برامج التواصل الاجتماعي ومن خلال منصات الوزارة أصبح أكثر سهولة وأكثر يسر، صار في إشادة من خلال قيام الوزارة بالإبلاغ أو بإبلاغ الناس وتطمينهم قبل الحدث بأن هناك انقطاع في هذا المكان، هذه ساعات الانقطاع وشنو اللي المفروض يصير على أساس الناس تطمن. كذلك فيما يتعلق بالشكاوي، آلية استقبالها وآلية التعامل معها تتم بشكل سريع ومباشر. جميل. ما عليك يعني صراحة، يعني معروف الصراحة اليوم، يعني اليوم راح يكون مكاشفة صراحة. في وسائل تواصل قبل فترة وبعض المرات قالوا في المحطة الفلانية فيها موظف في حالة كورونا أو أعراض كورونا، يعني وأنت مهتم ووصل لك الخبر، ما عليك، فشون اهتمامكم واتخاذكم الإجراءات الاحترازية للتعامل إذا كان، قاعد أقول إذا كان هناك فعلا هناك حالات تم اكتشافها من موظفي وزارة الكهرباء؟ سؤال مثل ما قلنا سؤال جيد وسؤال مكاشف ويحتاج صراحة. اليوم في حالة من الهلع موجودة عند الناس، كل مكان. مجرد ما أن أحد يشوف واحد درجة حرارته ارتفعت أصبح الهاجس بأنها كورونا. لابد أن نعرف اليوم، وهذه تضمينات ودائما أمور يثيرها معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الله يعطي الصحة والعافية، مثل ما سماه حضرة صاحب السمو بأنه هو الدكتاتور الصحيح. نعم. لأنه هو يعني دكتاتور هذه المرحلة بقراراته، ولكن قراراته صائبة وصحيحة ورفعت الكويت إلى مصاف الدول العظمى بل سبقتها. الإجراء هذا لابد أن نعرف أن درجة الحرارة لا تعني بأن الإنسان مصاب بالكورونا، ارتفاع درجة الحرارة تعني بأن هذا الإنسان يعاني من الحمى أو لا يعاني من الحمى. نعم. اللي يعاني من الحمى قد يكون مصاب بالكورونا وقد لا يكون مصاب بالكورونا. صحيح. واللي ما يعاني من الحمى قد يكون حامل لهذا المرض أو مصاب ولكن احنا ما ندري عنه. فدرجة الحرارة أو السعال أو النشلة ما يسميه بالنشلة، هذه الأمور قد تعطي دلالات بأن قد يكون هناك اشتباه. صح. ولكن ما في تأكيد إلى أن تقوم وزارة الصحة بعمل الفحوصات المطلوبة. اكتشاف حالات إلى الآن، طبعا حالات هلع أن الناس ترى بأن شخص قادم من سفر أو كسر الحجر المنزلي أو أن مثلا ظهرت عليه بعض الأعراض فيكون عندهم حالة هلع. الإجراءات واضحة ومعروفة لدى الجميع سواء في القطاع النفطي في وزارة النفط أو في وزارة الكهرباء والماء، بضرورة الإبلاغ، يكون في فريق من وزارة الصحة وفريق من المحطات يأخذ الشخص المشتبه في أن تكون لديه إصابة، يأخذونه ويحللون ويتأكدون، وكذلك يأخذون المخالطين. لذلك أعود إلى النقطة اللي قلتها في البداية، أن في حال وزارة الصحة خذت المخالطين لابد أن يكون عندي فريق مساند. صح. لذلك أنا ما جندت الجميع لأنهم يكونون في الميدان في وقت واحد. كفر. لابد أن يكون عندنا فريق مساند في حال لا سمح الله وجود اشتباه.
في السابق صار في حالة اشتباه في القطاع النفطي وتم إخلاء برج المؤسسة كامل صحيح. مع برج وزارة النفط، وظهرت الحالة بأنها يعني نزلت برد وما كان أكو شيء. كانت النتيجة سلبية. طيب معالي الوزير، باكر عندكم اجتماع في مجلس الأمة، إذا في أي قوانين خاصة بالحقائب اللي حضرتك تحملها فممكن تغششنا شنو راح تكون؟ بكرة فعلا هي جلسة لمجلس الأمة، جلسة اعتيادية، من المتوقع طبعا طرح ثلاث قوانين، فيها قانونين إلى ثلاث قوانين بشكل مباشر. ما في قوانين مرتبطة بالحقائب الوزارية اللي أحملها، ولكن اليوم نقولها بصوت واحد، القوانين تمس الحكومة وتمس البلد. أي قانون يتم التصويت عليه في مجلس الأمة يعتبر قانون حكومي وقانون نيابي في نفس الوقت، واللي احنا قاعد نشوفه اليوم من تعاون نيابي حكومي ظاهرة غير مسبوقة، ما شفناها من قبل، ولكن دائما دائما الكويتيين وقت الشدايد تلقونهم إيد واحدة، وهذا يعني ترجمة واضحة لكلمات سيدي حضرة صاحب السمو الله يحفظه. عساك على قوة معالي. الله يحفظك. يعني صراحة استمتعنا جدا بهذا اللقاء مع الوزير، وبطريقة حتى شرحك للمشاهدين أكيد جامعة الكويت افتقدت دكتور كبير بهذا الحجم، لكن حكومة الكويت اكسبت جندي من جنودها الأوفياء، فشكرا لوجودك معنا. شكر لكم، وشكر موصول أيضا لجميع السادة المشاهدين، وإحنا دائما متواجدين وعلى مدار الساعة لأي استفسارات أو أي أمور يجدونها قد تفيد الحكومة في أداء دورها، احنا كلنا أذان صاغية. عساك الله يحفظك. إذا مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا الليلة، وراح نرجع نلتقي بحضراتكم في الغد، لكن قبل لا نختم راح نشوف هذه الأغنية عن كل الجنود اللي موجودين في مؤسسة البترول الكويتية الوطنية من خلال هذه الأغنية المهداة لهم، ونشوفكم على خير في الغد إن شاء الله. إن شاء الله. مع السلامة. إن شاء الله. مع السلامة. أقول الكويت بخير، وجودكم هنا يعطينا قوة ويعطينا عزة وكرامة، فخور فيكم في وقفتكم. الكويت طول عمرها أهلها، إذا واحد فيهم حصل له شيء تجد كل الناس حواليه. أنتم اليوم أنتم أهل الكويت، والله أني أشعر بالفخر والسعادة. يا سادتي عندي شعر أبوصفة أبوصفة أبوصفة، عسى حروفي مع كلامي ينصفة. هذا الشعر صفة.